السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فاتح حسن تيرف وأخوكم فاتح حسن ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن تحية لباغيوغ العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا كنقولكم لكم خوتي خواتاتي رمضان كريم نتمنى أنكم تكونوا غاديين مع سيدنا رمضان بخير وعلى خير ونتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده اينما حللتم وارتحلتم وما نساوش الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كيدعمونا وكيشجعونا كذلك كيف داز نهاركم اليوم واش داز بخير وعلى خير استفدتو شويه كي داز كي درتو مع سيدنا رمضان اموركم مزيانه نتمنى ان الامور تكون كامله دازت بخير وعلى خير آه واحد الاطلاله على كان في الفيديو ديال اللي داز اليوم ديال لو 18 كات اللي كان في اوتاي ديال التنقيز لا بوات نوار عطاتكم لو كات لا ديرنيير مينيت عطاتكم سولمون لو 13 في لي سوبليمونتير ولكن بالنسبه ل ميثود دي جور جابت لنا لو اه بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا كان فيها لو كات لو ديس لو ويت اي لو اه كانوا فيها أربعة وكان فيها النوردر ديال لو تيرسي ار اللي دار تقريبا 6000 درهم نتمنى انكم تكونوا لعبتوها وهاد لا سيليكسيون تيرسي وتكونوا ديتو ديك 6000 درهم فهاد العيد زوينه بون <سؤال> كنظن بالنسبة للنويطات ديالنا لونا في غدر كانت عندو ان اوبجيكتيف غدر النويطات كاملين ما منهم حتى كلهم كدابه بالنسبه لون لي زونترينور جا منهم الواحد وجا منهم الاربعه بون امور كانت زوينه نتمنى انكم تكونوا شديتوا داك لوردر ديال التيرسي يلا اخواني اخواتي اللي طلعوا كيشوف الفيديو ديالنا في هذه اللحظه شجعوا القناه راه كاين مونك ديال لي جيم الله يحفظكم باش نستمروا لان خصكم تشجعونا باش نستمروا ما تخسروا والو الا درتوا البصمه بون نديروا اطلاله ان شاء الله على الكانتي ديالنا ديال غدا ديال لو 19 اللي, اللي غادي يكون في بون شاتو ريونيون ان كورس ان سي ألفين وتمنميه كاين الركيل ديال خمسة وعشرين متر ابتداء من رقم تسعود هاد التيران راه ديال بلا لاكورد ديالو كاين ديال لي كالعادة 11 و دقيقة طناش قسمين الكورسة لانديس ديالها طالعش بزاف ولكن ردو البال لانديس ديالها ولكن غيديباسي سبعة ونص البال غادي نقولها لكم في الاخر أه، لا بواط نوار خلاص راه المعلومات راه كامله كدوز على الشريط أه، غادي نمشيو للنويطات باش ما نضيعوش الوقت نمشيو لا ديرنيير اوبسيرفاسيون بالنسبه للسويفي اريان سينيالي الا جا سويفي غيجيبو اللعب شاش أه، النقطه الثانيه من الملاحظه الاخيره كتقول لكم البال ممكن يكون ان توك ولا اوتسايدر اون و الى ما كانش أونتات راه تيرسي غدا عاوتاني غادي يخلص ردوا البال غادي نمشيو للنويطات مولاه الان قال لكم مولاه العود ديالنا غيكون في الكانتي غنمشيو للربعة قال لكم مولاه ممكن نديرو كاطريام سانكيام غادي نمشيو للنويطة على لو قال لكم مولاه غادي يتقاتل باش يضرب الراس لان غتكون لا كونكيرونس ما بينه وما بين السبعه وهاد لا كونكورونس نتمناو انها تكون في محلها وردو البال حتى مع لو كانز ربما تويت يتقاتل معهم مع لاكان غنمشيو نويطا على لو ديس لو ديس قال لكم مولاس 6 سيزيام طريز قال لكم غنكونوا في الكانتي سيز قال لكم 4 سانكيام الكانز لكم غنكونوا في البوديوم بالنسبه ليزونترينور اوبتيميست 5 و7 و تهلاو في راسكم تصبحوا على خير الله يوفقكم ما البصمة اللي انتري بلا لابون مورا التليفون كي على الشاشة الاتصال بالقناة عبر الواتساب أحبكم في الله وفقكم الله البصمة البصمة وشكرا للجميع